حقيقة يعني قضية المرجعية الدينية فتح بابها غلق بابها، هي أعلنت مرارا وتكرارا بأنها غلقت الأبواب تماما بوجه كل السياسيين. قضية زيارة السيد سماحة السيد الصدر، احنا ما نريد ننقص من شخصية السيد الصدر، سيدنا وعمامته على رأسنا، لكن احنا نتحدث اليوم بواقعية. المرجعية وباب المرجعية مغلق بجميع بكل الاتجاهات. وأنا رجل ابن النجف، يعني أنا رجل كنت أدرس وأعرف المرجعية وأعرف نفس المرجعية وأعرف مواقف المرجعية. اليوم المرجعية قبل الجميع تحاول وتريد أن تحاور الجميع من موقع الأبوة، تريد أن تقنع الجميع يعني تضع الجميع بحوار هادئ مع الجميع، فبالتالي هي لا تصنف أحدا على حساب أحد وتتعامل مع الجميع بنفس النقطة وبنفس الصورة وبنفس الوضعية. لذلك أعتقد حتى زيارات سماحة السيد الصدر إلى مكتب المرجعية هي زيارات شخصية من قبله هو، لم يدعوه أحد. وأنا ابن النجف وأنا رجل يعني كنت طالب هناك وأعرف ومتأكد جدا من قولي إذا كنتم تثقون بكلامي. طيب لا لكن المصادر تقول هي بدعوة، يعني صعوبة الذهاب من دون دعوة. السؤال الأهم هنا، اسمح لي، لماذا لم تستقبل المرجعية أو تدعو على سبيل المثال مرجعية النجف أي شخصية سياسية أخرى غير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى مجلس العزاء السنوي إذا كانت هي تحاور الجميع؟ لا موجودين العزاء، الباب مفتوح، احنا نعرف كل زين على الطلبة في زمان في بالعزاءات ينفتح الباب طلقتين على قولة أهلنا، ينفتح الباب طلقتين. طيب. ويدخل القاصي والداني ويدخل السياسي ويدخل الكذا. أنا هنا أتحدث عن شخصيات سياسية أستاذ السعدي. نعم. وأي شخصية يزور المرجعية أو يذهب إلى مجلس عزائها يكون هنالك تصوير ويوثق. أستاذ عدي، نعم. أولا التصوير ممنوع في بيت المرجعية، ممنوع. لا أقصد في بيت، على الأقل في شارع الرسول. ثانيا السياسيين كلهم يذهبون، السياسيين كلهم يذهبون، لكن أؤكد لك أن بعض السياسيين ما يريد يحرج نفسه وما يريد يحرج المرجعية فما يذهب. ليش؟ يعني هو أكو عوائل في النجف، عوائل علمائية كبيرة قريبة من سماحة السيد السيستاني، ولديهم سياسيين هو حاضرون في هذه المجالس العزاء، لكنه لا يريدون أن يحرجون المرجعية ولا يريدون أن يحرجوا أنفسهم فلا يحضرون لهذه المجالس. هذه المجالس مفتوحة لكل الناس، للسياسي وغير السياسي، يحضرها الصدر وغير الصدر.